نشرة الأخبار من قناة سهين الفضائية، حياكم الله. والبداية بأهم العناوين. القوى السياسية تواصل مشاوراتها في صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. وناشطو وحقوقيو حضرموت ينفذون وقفة تضامنية أمام منزل رئيس الوزراء خالد بحاح. أهلا بكم. تواصل القوى السياسية مشاوراتها في العاصمة صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر بحثا عن حلول لأزمة سطو الحوثيين على مؤسسة الدولة واستقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات. وكان الأمين العام للتنظيم الناصري انسحب أمس من المفاوضات ردا على تهديد جماعة الحوثيين التي أمهلت فيه القوى السياسية 3 أيام لحل الأزمة. وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية إن الحراك يدوس الدعوة لعقد لقاء موسع شامل لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني في مدينة تعز خلال الأيام القريبة القادمة. يأتي هذا فيما تشهد كثير من محافظات الجمهورية مسيرات ووقفات احتجاجية مناهضة للانقلاب على مخرجات الحوار ولسيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء. استبعد الصراري القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري انسحاب ممثلي الحزب من المفاوضات التي تجري مع جماعة الحوثيين عقب انقلابهم على الرئيس هادي. وقال إن الحزب سيستمر مع المتحاورين في فندق موفنبيك من أجل تجنيب اليمني سيناريوهات خطيرة. وأضاف الصراري لقناة العربية أن المهلة التي أعطاها الحوثيون للمتحاورين والمقدرة ب3 أيام هي فقط من أجل الضغط على الأطراف المتحاورة ولا يترتب عليها أشياء أخرى. نظم شباب ثورة 11 فبراير بالحديدة وقفة احتجاجية للتنديد بالانقلاب الحوثي على مؤسسة الدولة وتغليبهم للمصالح الضيقة لجماعتهم على المصالح الوطنية العليا. وندد المحتجون بما أسموها بالأيادي الخفية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدين أن تلك الأيادي تسعى لطمس ثورة 11 فبراير والقضاء على أحلام ملايين اليمنيين بإقامة الدولة المدنية الحديثة. كما نفذ المئات من طلاب جامعة الحديدة صباح اليوم وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالإفراج عن زملائهم المختطفين من جامعة صنعاء. وندد المحتجون باستمرار المسلحين الحوثيين في اختطاف رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن رضوان مسعود والناشطين ياسين المليكي وفؤاد الهمداني. وطالب المحتجون بإيقاف مسلسل الانتهاكات الحوثية لحقوق الآخرين بالتعبير عن الرأي. للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك عبد الحفيظ. أهلا وسهلا. نعم عبد الحفيظ، ما هي أبرز الفعاليات الاحتجاجية التي حدثت اليوم في الحديدة؟ محافظة الحديدة تشهد فعاليات احتجاجية منذ أسابيع ازدادت وتيرتها في الأسبوعين الأخيرين وأصبحت بشكل يومي. اليوم شهدت مدينة الحديدة ومنذ مساء الأمس سلسلة بشرية أمام شركة النفط احتجاجا على أزمات الغاز والوقود التي تسببت فيها المسلح الحوثي كما يقول شباب ثورة 11 فبراير، إضافة إلى سلاسل بشرية واحتجاجات أمام رئاسة الجامعة بسبب أيضا تنديدا بتدخلات الحوثيين في قيادة جامعة الحديدة ومحاولة إقصاء لآخرين، وإضافة إلى قيام محافظ المحافظة بنعت بعض أساتذة الجامعة بأنهم دواعش. الطلاب ايضا هددوا بالغد ان يعني يطلقوا ايضا سلسله بشريه جديده،
هناك مسيرات في مدينة الحديدة تخرج بالآلاف كل أربعاء، إضافة إلى مسيرات نوعية تنظمها حركة رفض، حركة رافضون، شباب ثورة 11 من فبراير، الحراك التهامي. هناك شباب لا زالوا حتى الآن مغيبون في السجون الخاصة للحوثيين، ثلاثة من قيادة ثورة 11 من فبراير من منطقة الريفية لا يزالون مختطفون في معسكر الضحية حتى هذا اليوم. هناك أيضا مختطف أفرج عنه اليوم من الحركة التهامي يدعى صابر الزبيدي، هو من قيادات الحركة التهامي، تعرض للضرب والتعذيب ورأينا ذلك بأم أعيننا الكدمات الظاهرة على جسده. هناك اقتحامات لمؤسسات عامة ومؤسسات خاصة، هناك مهاجمة لمعسكرات، هناك تحول نوعي في مسار العمل المسلح لمسلح الحوثي بمهاجمة اللواء 121 في الخوخة وما نتج عنه من إثارة خوف ورعب داخل مديرية الخوخة. هناك اليوم في ظاهرة نوعية لم تشهد فيها اليمن أن يتم تحويل مصلى عيد مدينة الحديدة التاريخي المعلم البارز الديني لهذه المحافظة، يحول اليوم بمراكز من قبل مراكز نفوذ وبدعم من الحوثيين إلى سوق للقات وبيع الشمة والقات وما إلى ذلك من الملحقات الشعبية. شباب الثورة 11 من فبراير، الحركة التهامي، كافة المكونات المجتمعية تنظر إلى مثل هذه الإجراءات بأنها تحول خطير لمسلسل القمع والانتهاكات ومصادرة الحريات والاعتداء على الحقوق الخاصة والعامة، وبالتالي فشباب الثورة وكافة هذه المكونات يقولون أبشروا بثورة غضب عارمة ستندلع من مختلف مديريات الريف التهامي إضافة إلى الوعاء الذي استوعبها هنا في مدينة الحديدة. يعني كيف تتوقع أن يتعامل الحوثيون مع هذا الحراك والزخم الشعبي بجميع أطيافه التهامي؟ من خلال الفعالية الأخيرة يعني فوجئنا بظهور شخصيات غريبة تم استئجارهم من هنا من محافظة مدينة الحديدة، يحملون الأسلحة الكلاشينكوف كما حصل في مسيرة الحركة التهامي، ويحملون الخناجر كما حصل أيضا عندكم في صنعاء في أمانة العاصمة. اليوم بدأوا يستحدثون في محافظة الحديدة، لم يكن أبناء الحديدة يحملون لا الأسلحة الأبيض ولا السلاح الأسود، ولكنهم فوجئوا بمجاميع مسلحة استاجروهم على متن سيارات معهم السلاح الأبيض، معهم أسلحة الكلاشينكوف، ومعهم شعارات الحوثي في منعطف خطير تمر به محافظة الحديدة. هناك تدمر من المواطنين، هناك تدمر من كافة الفعاليات المجتمعية لما يحدث من انتهاكات عنيفة تجاه أبناء الحديدة من خلال القمع، من خلال الضرب، من خلال اختطاف الناشطين والمواطنين، من خلال مداهمة بعض المؤسسات. هذا مؤشر خطير لمسلح الحوثي هنا في مدينة الحديدة، وبالتالي سيكون هناك تصعيد ثوري غاضب في مدينة الحديدة اتهاما الذي زلزلت عروش الملكية في منتصف القرن الفائت تعبير اليوم أيضا على زلزلة عروش الانقلابية كما يقول أبناء تهامة. شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ الحطامي مراسلنا من مدينة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف. نفذ العشرة من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت صباح اليوم وقفة تضامنية أمام منزل رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح بصنعاء تنديدا بالانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية، وللمطالبة برفع الحصار المفروض على الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من أعضائها. وطالب المحتجون جميع القوى السياسية بالتمسك بالشرعية القائمة وفقا لمخرجات المبادرة الخليجية وانتخابات 2012 ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. المحتجون أكدوا تمسك أبناء حضرموت بنظام الأقاليم داعين إلى سرعة طرح مسودة الدستور للاستفتاء ليقول الشعب رأيه فيه. إلى ذلك عبر المحتجون في تصريحاتهم لقناة سهيل عن رفضهم للممارسات التي يرتكبها مسلح الحوثي بحق الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة التي قالوا إنها تتعارض مع القوانين. نتابع الاستطلاع التالي. احنا جينا من محافظة حضرموت الى هنا الى امام مقر الإقامة الجبرية المفروضة على دولة رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح للتعبير عن تضامننا معه، ولنرفض هذه الممارسات التعسفية التي يتلقاها هو والرئيس هادي وبقية اعضاء الحكومة
من فرض للإقامة الجبرية وتقييد لحريتهم الشخصية. فتنقل جينا اليوم هنا لنؤكد أن أبناء حضرموت جميعهم يقفون خلف ابن حضرموت خالد بحاح. طبعا نحن هنا اليوم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأيضا صحفيين شباب من محافظة حضرموت، أتينا للتضامن مع دولة رئيس الوزراء المستقيل الأستاذ القدير خالد محفوظ بحاح من أجل رفض التعبير عن رفضنا التام للإقامة الجبرية المفروضة ضده، وأيضا لنوضح كلمة ضد العبث الموجود ضد عدد من القيادات الحضرمية وأيضا قيادات الدولة في صنعاء. طبعا نحن اليوم جينا نتضامن مع الأستاذ خالد بحاح ضد الإقامة، ضد سياسة الإقامة الجبرية، ونرفض العنف بكافة أنواعه. نرفض الإقامة الجبرية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء المستقلين، كما نطالب بعودة الشرعية والمسار الدستوري ورفع كافة المظاهر المسلحة في هذا الجانب، كما نؤكد على القوى السياسية بأن تخرج من هذه الأزمة وتخرج من البلاد للوضع الطبيعي ضد تسوية سياسية وليس التسوية تحت التهديد والسلاح. أتينا من حضرموت رافضين الانقلاب الحاصل في العاصمة صنعاء، ورافضين للإقامة الجبرية التي تعرض لها رئيس الجمهورية والحكومة الممثلة بالمهندس خالد بحاح، ونتمنى من عودة الشرعية الدستورية وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وأفضل، ونرفض كل القمع الوحشي الذي تعرضه المواطنين سواء في كل المحافظات. كمنظمات مجتمع مدني بمحافظة حضرموت الموقعين أدناهم ومشاركين في الوقفة الاحتجاجية نؤكد ما يلي: 1- رفضنا الكامل للإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها المستقيلين. 2- نرفض كافة أساليب القمع التعسفي والهمجي الممنهج بكافة أشكاله وأنواعه من أي قوى ضد المواطنين والمتظاهرين والصحفيين في جميع محافظات الجمهورية. 3- نؤكد رفضنا الكامل للانقلاب ونطالب بعودة الشرعية، ونطالب كما نطالب القوى السياسية بالخروج للبلاد من الأزمة الراهنة. صادر عن منظمات ومكونات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت. استهدفت غارة لطائرة بدون طيار اليوم سيارة يعتقد أنها للقاعدة في منطقة وادي بيحان الأعلى بمديرية مسورة محافظة البيضاء. وأوضح مصدر محلي أن السيارة تم تدميرها بالكامل ومقتل من على متنها دون معرفة عددهم، مشيرا إلى سماع أصوات انفجارات عنيفة منها استمرت قرابة ربع ساعة، مرجحا أنها كانت محملة بأسلحة ومتفجرات. وأضاف المصدر أن الطائرة ما زالت تحلق في سماء المنطقة ولم يستطع أحد الاقتراب من السيارة. شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وكافة مديرياتها اليوم صيانا مدنيا شاملا تم فيه توقف الحركة والعمل في المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والمحلات التجارية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. وامتنع الموظفون من الذهاب إلى أماكن عملهم استجابة لدعوة قوى الحراك الجنوبي في المحافظة، فيما استثني من الصيان العديد من العيادات والمستشفيات. بات المواطن ضحية انتشار السلاح الذي زاد من عمليات النزاعات بين المواطنين ودمويتها. أبناء منطقة كمبر روس بمدينة تعز يتظاهرون أمام المحافظة وإدارة الأمن وقيادة المحور، والذين تعرضوا قبل يومين لهجوم بالأسلحة المختلفة. فوقنا نحن أبناء منطقة كمبروس وشعبة بقيام عصابة تتبع الشيخ المدعو مطيع الدعيس بإطلاق وابل من الرصاص من أسلحة رشاشة ثقيلة ومن الأربيقي على منطقة كمبروس، أدى إلى إفزاع المواطنين وإقلاق الأمن والسكينة في المنطقة. حصل مضرب بين عيال في سوق الأشبط، وأدت إلى أنه يعتدي على منطقة بمدافع وصواريخ وبوازيك في أثناء الليل. يعني بيوتنا بحدود 280 منزل متضرر، أطفال كثير متضررين، نساء متضررات وحوامل، أقلق الأمن والاستقرار في المحافظة بشكل عام.
لمن لا يعرف كمبروس والذي يسكن فيه المدرس والضابط والعسكري والمواطن العادي، وهم يعيشون بقلق مستمر جراء تعرضهم للاعتداءات المتكررة. خطف ولدي يوم 27 من منطقة الكمبروس من قبل مطيع الدعيس وأعوانه إلى منطقة مخلاف الدعيسة. نطلب من الجهة الرسمية والأمنية على رسم المحافظ مدير الأمن القائد المحور باتخاذ إجراءات وإيجاد من قبل الاعتداء على سكننا. يناشدون الأمن والسلطات المحلية بتأمين أطفالهم ونسائهم ليتمكنوا من العيش بسلام والعمل على ردع المعتدين، خاصة وهم لا يريدون المشاكل كما يقولون، ولن يلجأوا إلا إلى الدولة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. ناقش اجتماع برئاسة مدير عام مكتب التربية والتعليم بمارب ومديري الإدارات بالمكتب خطة المكتب للعام الجاري، وأكد دكتور العباب أن مناقشة الخطة مع الإدارات يهدف إلى جعل الخطة واقعية تساهم في تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم بالارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية بالتزامن مع إعلان عام 2015 عاما للتعليم. وإلى محافظة حج، حيث أكد محافظ المحافظة أن أي منظمة دولية تعمل في المحافظة بدون التنسيق مع السلطة المحلية تعد منظمة استخباراتية تعمل للجهة الممولة لها. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمحافظة حج برئاسة المحافظ القيسي لمناقشة المشاريع الإنمائية الممولة من قبل منظمات الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي والسلام والاستقرار المحلي. ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة عدن في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الدكتور عبد العزيز بن حبتور الطلب المقدم من مكتب الأشغال العامة والطرق حول اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع تنفيذ وتجهيز مركز الطب النووي بمستشفى الوحدة والبالغ تكلفته أكثر من 20 مليون ريال بتمويل محلي. كما أقرت الهيئة بالاجتماع تكليف مكتب الأشغال العامة والطرق بتحديد المساحة المقررة لمبنى ديوان محافظة عدن ومركز المعلومات بمديرية خورمكسر ورفع التكلفة التقديرية بتسوير المساحة. دشن رئيس لجنة تنسيق مكافحة الفساد في شركة خطوط الجوية اليمنية المهندس محمد عمر مؤمن اليوم اعتصامه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تنديدا بالإجراءات التعسفية التي تفرضها إدارة شركة طيران اليمنية على اللجنة التي يرأسها إثر تقديمها مجموعة من ملفات الفساد الموثقة ضد إدارة الخطوط الجوية اليمنية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد مؤمن مطالبته للهيئة اتخاذ موقف حازم ضد المتهمين في قضايا الفساد بشركة طيران اليمنية مستغلة تراخي الهيئة، بالإضافة إلى رفع الإجراءات التعسفية التي تعانيها اللجنة نتيجة لجهودها في كشف قضايا الفساد في شركة طيران اليمنية. الاعتصام هذا احنا سميناه مهرجان البيض الفاسد، الذي من خلاله نقوم بعملية مجازية يتم فيها بيع البيض الفاسد أمام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العاجزة إلى الآن أن تتخذ أي إجراءات ضد إدارة الخطوط الجوية اليمنية المتسترة والمتواطئة في قضايا الفساد. ونحن سنستمر في اعتصامنا أمام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى يتم تنفيذ أمرين مهمين: أولا رفع التعسفات التي تم تنفيذها على اللجنة وخصوصا على شخصي كرئيس للجنة تنسيق مكافحة الفساد، الخطوة الثانية حتى يتم تحريك قضايا الفساد المتورط فيها مجموعة من الإداريين والقيادة في الخطوط الجوية اليمنية وتحويل من يتم إدانته إلى الجهات المختصة. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. القوى السياسية تواصل مشاوراتها في صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. وناشطو وحقوقيو حضرموت ينفذون وقفة تضامنية أمام منزل رئيس الوزراء خالد بحاح.
للمزيد مشاهدينا بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة سهيل دوت نت أو التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. نشرة أخبار قادمة نلتقيكم فيها بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.